هلو هلو، انا هلا وعيت وعندي صف بدي احضره، فرح احضر هذا الصف وبرجع. طيب نحن بعدنا بالحجر الصحي وبعدنا عم بتمرن بالبيت، بعمل رياضه بالبيت. بدي اعمل هذا الفيديو لفرجيكم شو هي الرياضه اللي انا بعملها بالبيت. انا هذا الابلكيشن عم بستعمل تبع نايكي، كل التايبس اوف ورك اوتس انتم بتنقوا شو بدكم. Body weight drills. Keep excellent form in mind and get ready for a great workout. اهم شي ما ننسى نضلنا نغسل ايدينا. Happy birthday to you. عم بيسألوك قد ايه عمرك وقد ايه الفرق بيني وبينك؟ انا اللي سألت قد ايه عمرك. لا وحيد قلع شوفها يا حي يا اختي، ما بدي اصور معك حبيبتي. يعني رح جرب every weekend. The next vlog إنه شو بدي يكون the next vlog؟ هيدا هو the next vlog، هيدا عم تصوره. I love you both and Maritta. Hope you're safe. Thank you. We love you too. أمير الفن الوليد طولت علينا. إمتى رح تنزل غنية جديدة؟ كتير رسمية. ما في حدا غيرنا، مش إنه في مذيع. عم بيحضروا هلا، في عالم عم تحضروا. إذا بدك تطلع ورانا مبينة، إذا بدك تزحزح. خبرهم إمتى رح تنزل غنية جديدة؟ عم بشتغل صراحة. وفينا هذيك بجد اوكي صراحه انا عم بشتغل كثير هلا بهالوضع، عم بستفيد من قعده البيت لحضر اشياء، بس بعد ما لقيت انه هذا الوقت المناسب انه انزل فيه ناطر شوي بركي لتروح الاوضاع. اغاني حاضرين وكثير حلوين انا سمعتهم، ان شاء الله قريبا نولع. ان شاء الله قريبا. مع مين بيتفق وليد اكثر، معك او مع ماريتا؟ مع مين بتتفق هلا لانه عم نسوي سما يعني ولا عن جد؟ لا مع ماريتا اكيد معي. مين بيعصب اسرع؟ انا. وبيعرف كيف يعصبني دايما. What's your favorite food؟ كل شيء. انا بقلكم food is my favorite food. كل شيء. وليد شو تغير بحياتك قبل وبعد ما تضعف؟ السبب النفس، بطلت اذا بدك استحي شوي بتحس حالك بالظهرات انه بتنامي هيك بتحس حالك قلتي لانه عامله دايت وزعبرتي او بتعرف هذا النفسيه اللي. وليد خبرنا كنت تتضايق قبل انت ونازح هيك؟ اتضايق انه مش ما كنت كتير مأثر بالناس لانه ما كنت انه بوليد وهيك، ما كنت هيك، بس انا كنت اتأثر انا مع نفسي ما ارتاح. يعني انا انه اطلع بحالي بالمراية او مثلا بدي اروح على البحر شوف حالي بثيابي ما ارتاح، بالبدلة ما ارتاح، ما حس شي بالبقلة، اتضايق من اللبس، يعني من حالي بس مش من الناس. كيف ضعفت؟ وعطينا موتيفيشن. عملت دايت من وقت طلعت من سيلبرتي واتس بفبراير الماضي، يعني من سنة وشهرين تقريبا بلشت جديا، وصار لي سنه وشهرين صرت ضعفان تقريبا شي 23 كيلو 24 كيلو. عملت كذا نوع دايت، التزمت كثير اكثر يعني، وصرت اتعلم انا من دايتيشنز، فلما وقفت معهم بعدين كفيت لحالي وخلص. بصير جسمكم يتعود، معدتكم بتصغر، بتصيروا انتم تنبسطوا بالنتائج اللي عم بتصير معكم، بطل لكم قلب تزعبروا وترجعوا ما تعملوا دايت، فبصير اللايف ستايل تبعكم هيك يعني. شو اكثر مسلسل تركي بتحبوه؟ اكثر بنحبه هلا انا ما كثير بحضر مسلسلات، بس انه اخر مسلسل تركي حضرته هو مهند نور مهند. ده انا بتفكر شي يوم بتغني صراحه. لا هو كثير حلو. لا هي نايمه. شو دارسين؟ عم يسالونا شو دارسين.
اثنيناتنا عملنا بزنس. عم بدرس كيف حل الشخصية دان. اثنيناتنا عملنا بزنس. انا ماركتينج. والد بالايو عم يعمل ماركتينج وانا خلصت بالايو ببزنس. وهلا عم بعمل ماسترز بفرنسا وعم بعمل ماركتينج ستراتيجي اند داتا اناليتكس. انت عم تسمع صوت التشيكوت التصوير هو ماريتا. ماريتا خففي لنا. شو سبب تسميتك بدانو؟ حبك وانت كتير كيوت. بحبوا الاسم. على فكرة انا كانوا حيسموني آيا بس رجعوا اخر تكي غيروا ما بعرف ليه. صراحة ولا مرة كتير سألت بس انه بفتكر بحبوا الاسم ولبق له صح؟ نصور نص ساعة يعني يطلع بلوك. كيف مقاجين نحطه مع بلوك تاني؟ منه بلوك لا. You willing to meet سؤال. Are you willing to meet the neighbor next door? I am. انا I met him. I met him already. عم يسألوني شو الشيء اللي بيسعدك؟ نقضي وقت مع العائلة. بحب السفر. من اول قولي بحب قضي وقت مع والدي. وين شو لونك المفضل؟ الكحلي. لا عم بمزح. الاسود. انا لوني المفضل الازرق او اصفر وكل الالوان بحب. شو هي اكلتكم المفضلة؟ انا كثير بحبكم. الله يحفظكم كلكم ويخليكم. شو عم تعملوا هون؟ شو عم تعملوا بالحجر؟ زادت كمية الاكل اللي كنت عم ناكل. انه عم نجرب قد ما فينا انه ننتبه على اكلنا بس يعني واحد بالليل ما فيه. لما نام بصير بدي اكل. جوع انا امبارح بالليل. هيدي البيج بوس هيدي كبيرة. انا هيك شخصيتها. الزودياك ساين تبعي انا كانسر وخلقت ب 29 جون. اوكي وانا الحوت وخلقانة ب 18 مارتش. هذا الفلوج حتشوفوه دقيقتين. انا صار ربع ساعة عم لحقتنا هون عم في شي موقف محرج صار معنا؟ ماريتا ماريتا عم تضحك عندها هون اسود شيء. ودانا عم تخشى من الضحك تخبر نكت وفايدة بالشو. ومبسوطة وانا بتذكر البلاك داون البلاك بيرن فوق احمر بس يجيكي بي ام بي ام ما كانت تفهم. ومن وقتها كل ما يكون حدا عنده شيء على سنه بنقول له عندك بي ام حنونه. خبرهم قد انا حنونه. لا خبرهم عن الحنيه اللي فيها. خلص اي متى رح ترجعوا تنزلوا فيديو مهضوم؟ بليز بدنا مور فيديوز لكم مع بعض على تيك توك. شو ماضي معكم ترى مش عارفين. ان شاء الله سون. مين اكثر فنانه بتحبه؟ ماريتا. مشاغبه اكثر وليد. أكيد وليد. شو عم تحكي عني؟ طيب هلا نخبرهم. خلينا نخبرهم هلا. كيستين خلينا نعمل لهم فهمان. بتحطوا كيستين طحين وميلك وكاسة بيكنج باودر ثلاث ملاعق سكر كبار. الساعة 2:30 الصبح أنا ودانا قررنا نعمل بان كيك. والعانة ليلي والعانة والعانة الريح. والد خبرهم قد ايه طيبين. كانت وحدة وخلص ما عادش ترجع بغيرها حبيبي تسمع. يعني الخيانة بحد ذاتها لما دانا والد بينزلوا وبيعملوا بانكيك وما حتى بيعزموني. ده فجأة مهاراتك.